ايه العلاقه ما بيننا وصورتنا في العالم؟ العلاقه الفرديه انه لو مصر بقى عندها شبكه ذكيه، وهتكلم على المدن الذكيه، لو مصر عندها كفاسه او طاقه انتاجيه طاقه شخصيه عاليه وابتدينا نصدرها لاوروبا، انتوا عارفين ان في تريد اجريمنت اوروبا بتحطوا على ترابيزه وهو تسجيل طاقه نظيفه الى اوروبا، تشتريها اغلى ما تشتري طاقه كهربائيه تكون من انتاج الفصل كل التكنولوجيا دي لو استغليناها عن طريق زي ما قلت في الاول المهندسين والفنانين المصريين، ممكن احنا لينا الصبر في تصدير التكنولوجيا دي في الخارج. ليه؟ لان احنا بنبني مدن جديده تعتبر على سكيل او على نطاق يعتبر كبير جدا بالنسبه لدول العالم.